أهلا من جديد. قد تشعر الأم الجديدة بالتعب في الأيام الأولى بعد الولادة، ولكن المهم جدا الاعتناء بنفسها كالاستراحة وتناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة للشفاء الكامل. لنصائح حول هذا الموضوع ستنضم إلينا في الاستوديو القابلة القانونية رشال غفري. صباح الخير يا رشال. صباح النور. طيب في البداية طبعا بعد الولادة يمكن كل التركيز إن كان الأهل وحتى الأم أو المرأة الحامل تكون على المولود، وفي بعض الأحيان بيتم أنه يعني صحتها ما بتكون هي الأولوية. إيش أبرز النقاط التي يجب أن تهتم بها المرأة في الأيام على طول بعد الولادة؟ يعني مزبوط، أول ما بتولد الأم دايما كل التركيز بروح على البيبي، بصير العالم والأهل كلهم بيجوا على البيبي، فالأم شوي بتنتسى وبتنترك لحالها. بهذا بعد الولادة المفروض من الأم أنه تنتبه على حالها كتير، تتغذى منيح، تاكل أكل مغذي ومتنوع، تشرب سوائل كتير، وخاصة إذا بدأت تلتجئ للرضاعة الطبيعية. تنام منيح، كل ما البيبي كان نايم لازم تنام مع البيبي. تمارس شوي الرياضة، بس أكيد مش تهتم بس بالرياضة، أول فترة لازم بس تمشي شوي، تعمل تروح على السباحة، بس ما تكون تركيزها بس أنه تخسر الوزن اللي اكتسبته كل التسعة شهور. طيب خلينا نبتدي نفند بعض النقاط اللي انت قلتيهم. قلتي على موضوع الاكل، في اعتقاد عند كثير من الستات انه هي لازم تاكل اكثر علشان انه هي بترضع في نفس الوقت، هل هذا الشيء صحيح؟ هذا الاعتقاد كثير، يعني زمان كانوا يقولوا لازم تاكلي عن اثنين لانه بدك ترضع او لانك حبلي، بس هلا هذا الاعتقاد بطل مزبوط. فلازم يكون نوعيه اكل افضل من كميه الاكل والسوائل، لانه مثلا ايش نوعيه الاكل؟ مثلا نوعيه الاكل يعني تكون غنيه بالمعادن والفيتامينات، تكون في كثير اكل بيساعدوا لا يصير في عنا كميه حليب كثير، مثل الشوفان، بذر الكتان، الحلبه. تنوع بالاكل وتاكل اكل مغذي احسن ما تاكل اكل كثير بخليها يعني تسمن، لانه بقولوا اذا اكلت قصص دسمه فراح يكون الحليب دسم، يلي هو منه مزبوط، غير صحيح. طيب ننتقل لموضوع الرياضه. نعم. يعني في دائما كمان معتقدات، هل تختلف انه متى تقدر تبتدي في الرياضه حسب اذا كانت ولادتها طبيعيه او قيصريه؟ هو مزبوط، إذا كانت ولادة قيصرية لازم تنطر شوي أكثر من ما تكون ولادة طبيعية. كم عطينا الأوقات؟ فإذا على الحالتين، إذا بتبلش بالرياضة أول فترة من أول 6 أسابيع هو يكون بس المشي، السباحة، هذا يعني شيء كتير خفيف. بعدين لازم تروح عند الطبيب. إذا كانت قيصرية لازم تنطر شوي أكثر، لازم يكون القطب الخياطة رجعت لحمت مزبوط، والعضلات المعدة لازم يكونوا رجعوا شدوا ورجعوا لمحلهم. فالأفضل تلتجئ لطبيبة قبل ما تبلش تمارس الرياضة. كل شخص وكل جسم غير عن شخص تاني. بس المعدل، المعدل يعني الولادة الطبيعية لبعد 6 أسابيع، الولادة القيصرية من يعني شهرين وشوي بعد الولادة. طيب يعني واحدة من الحلول كمان اللي هي لمكافحة الأشياء اللي برضو الناس بتلجأ لها للرياضة، حكيت إنه بتلبسوا على طول مشد بعد الولادة عشان البطن وكده، قديش بتنصحوا بالمشد؟ هلأ بهالأيام ما بقى عم ننصح بالمشد، لأنه المشد عم بيخلي العضلات تصير ليزي أكتر، ما بقى عم تشغلها، فكل ما شدينا العضلات ما بقى اشتغلت العضلات وارتخت العضلات أكتر. هو افضل انه ما تعمل هذا الشيء، بالعكس لازم هي تشتغل عليهم، ما تخلي المشد يشدهم ويرتخوا بزياده، فبعدين بصير فيه بدها تنطر وقت اكثر تيرجع تشغلهم ويرجعوا يدبوا ويرجعوا لمحلهم. فهو اضبط شيء ترجع كمان غير الطبيب النسائي تلتجئ كمان لمعالج فيزيائي يلي بيرجع بفحص العضلات يلي بتكون فتحت شوي على خلال 9 أشهر حمل. ايوه بيرجعوا بشوف اذا هيدي الجاب رجعت شدت لمحلها بترجعوا يعملوا يمارسوا خاصه العضلات المعده. اوكي. طيب رشا كمان يعني عاده في موضوع يعني الخياطه ان كانت الولاده طبيعيه او حتى طبعا اكيد اذا كانت قيصريه، يعني هنا الاعتناء بالخياطه في البيت والتنظيف الجروح، كيف او اهم النصائح؟ مزبوط، هلا اذا كانت ولاده طبيعيه وكان في خياطه اغلب الاوقات خاصه اول بيبي بيكون في خياطه، فالافضل انه تترك هالمنطقه اللي بتكون عاده كل وقت رطبه انه تتركها جافه قد ما يكون قد قدر المستطاع، فتغير الفوط الصحيه بانتظام وتنشف مستعمله مناشف افضل ما تستعمل الوايبس والكلينكس.
وتعمل كمان رياضة لهيد المنطقة. والقيصرية، القيصرية لازم قد ما يكون كمان تتركون جافين ونضاف، تنشف منيح كمان بمستخدم منشفة، وتبعد كل شيء يعني اللبس اللي بتلبسه ما يكون عم بحف على منطقة الجرح. ترجع تعين الطبيب عادة بعد 6 أسابيع، لازم يكون في عندها معاينة مع الطبيب تشوف كمان القطب إذا في حاجة للتغيير. أيوة طيب، أعتقد يمكن أوكي. طيب إحنا بنشكرك على وجودك معنا، كان عندي سؤال إضافي بس قالوا لي الوقت انتهى. على العموم بنشكرك على وجودك معنا، كانت معنا في الاستوديو القابلة القانونية رشال غفري. شكرا لك. شكرا. يا رشال.